اخر عليكم البنات، ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل بخير وبصحه جيده ان شاء الله. نرحب بالمشتركين القدام ونرحب بالمشتركين الجدد، نقول لهم على سلامتكم، واللي مازال ما اشتركش نقول له يلا اشترك وفعل الجرس ودير لايك وبارطاج لو ماكسيموم باش تزيد تكمل العائله ديالنا وتزيد تكبر اللمه ديالنا. لكن كنت الناس فاخر عليكم ما تكشيش، ان شاء الله لا فيديو واتكم تفيديك بخير بصحه دانا ان شاء الله يا ربي. دونك واسي بغي غد نرحب لي زابوني تقديمي سنة مرحبا، وغد نرحب لي زابوني ايدي وساني جديد سنة على سلامة نوال. و اذا شني مازال ابوني نرى سنة ابوني كليكي في لاكلوش على التوت وحي بارتاجي لاشين بارتاجي لا فيديو بارتاجي يعني باش نخصك شمام دي لي زابوني جديد باش اتنو تكبر اتمغار لاشين النا سيس ونرى تمغار سيس ونرى ذا نوغ غزر هذا نوع راكم تفكر يعني لي روتين لي فيديو تجديدين لي روتين تجديدين الطاقه الايجابيه سورتو فوالا. كما قلت لكم اليوم راح نشارك معكم روتين تاع اليوم، رانا نهار السبت يعني رانا في الويكاند. انا البارح كنت يعني الجمعه كنت درت شغلي كامل يعني كبير بسيقت يعني نحيت قلبت كلش هكذا، بصح يعني ما درتش هكذا فيديو. بصح اليوم قلت اسنى ندير نشارك مع حباباتي مع احبائي مع لا دوزيام فامي ديالي لو روتين ديالي خفيف تاع اليوم. يعني اليوم نوض الصباح كيما راكم تشوفوا، اول شيء بدلت غسلت وجهي بيان سور، بدلت لبست الجبه ديالي كيما راكم تشوفوا بيان، درت الطابليه ديالي وقلت نروح اول شيء راح ندير نبدل الكوفغلي تاع لا شومبر ديالي ونمسح لي فيتر تاع البلاكار ديالي، باسكو الولاد يعني يحبوا يروحوا حتى هكدا المرايا ويبوسوا يعني يلعبوا يشوفوا روحهم هكدا، دونك ما يخليونيش. دونك قلت كنت غسلت لي تابي تاع يعني لا شوم، قلت نشارك معكم كيفاش راح يعني ندير هكدا لا شوم ديالي وندخل للكوزينه بيان سور نوجد الغداء ديالي، يعني راح كلش نشاركو معكم ان شاء الله. هيا كني كنت دنا في قشيشين دايني انا كنت دا سيي الشركة دي دون لا روتيني نواس السبت يتلي يعني كم دل جمعة على الشغل يعني افان يعني عيل غالا فيديو. دونك ناس السيي ادفع على يوتيوب فيديو كير اسنت على كي يعني انشارك عكييني يعني شخمة اساكني كنت دنا دي سيدي غد يعني ادعى لغ وينا هذا بدل الكوفر لي لا شومبر نو واحد ناس مسح لي فيتر البلاكارين باسكو واش ولي تحبي نظره هذا فين كان المريض داز ديالها نروح انا تسدوني ما نسنو زعما هذا لعبني تو. دونك هذا مسحه وي بيان سور كش ما تكوزين ترى علق الفطور السيء يعني سال الفطور هذا علق دو بلا هذا على شتيت حان سردين وهذا علق جواز نجي البنت فوالا. دونك قيم مسكره على ميدين لا فين لا فيديو وتروح مثلا كما قلت لكم خياتي قعدوا هكذا حتى لا فين لا فيديو ورايحين تشوفوا يعني يعني لا روتين ديالي تاع اليوم باش حاجه ما تروح لكم. كما قلت لكم الغداء ديالي تاع اليوم راح يكون على طاجين جلبانه ومع شتيت حاس سردين. يلا دونك قعدوا معنا فيديو، باي باي.
وهنا دخلت الكوزينة، يعني نبدأ نحضر في الغداء ديالي. يعني بديت رحيت الطوماطيش والبصل والثوم باش ندير طاجين جلبانة ديالي. حطيتهم هكذا داخل الكوكوت كما راكم تشوفوا، وهنا راح نزيد لهم يعني هكذا الزيت، فلفل عكري يعني لي زيبي، شويه راس حانوت. هذا ما كان، انا هذا ما نحبش نكثر بزاف لي زيبي. او شنو ثاني؟ واللحم، يعني عندي شويه لي كوت، قلت نديرهم، ندير هذا الطاجين بلي كوت هذوك. فوالا، يعني درت هنا عكري والملح والزيت، وهذوك لي كوت اللي قلت لكم كانوا في الكونجيلاتور نحطهم هكذا ابخي مع السخانه ولا فابور راحين يبالو ويدخلوا لداخل. فوالا، ونزيد هذيك الكميه تاع الجلبانه. انا نحب الجلبانه نقليها مع لي زيبيس، مع يعني دوك التوابل كامل، يعني باش تزيد تشرب هذوك يعني لي سافور كامل بهذه الطريقه. من بعد ما تتقلى بيان كامل، راح نمرقها بالماء سخون ولا الماء مغلي هكذا، باش يعني ما نشوكيش لاصوص. يعني ديما الماكله البنينه لازم نمرقو لها بالماء سخون ولا الماء مغلي هكذا بهذه الطريقه. بعد ما خدات يعني تقليه شابه مليحه، راح نمرقها هكذا. وانا كي نمرق نحب نمرق على ضربه، يعني ما نديرش الماء شويه ماء ومن بعد نزيد الماء ومن بعد الماء، يعني نمرق لها على خطره. وقسمه تغلي وتزيد تختار لنا لاصوص كلشي طيب، يعني تقعد لنا غير يعني القصه لاصوص اللي نحتاجها. وانا نزيد كميه تاع زروديه قطعتها هكذا شرائح و حطيتها لداخل. اي فوالا، هنا راح نجوز ندير هذيك شتي تاع سردين. اي فوالا، هكي كنتي تدني غينا روح كان كش ما تكوزين تبداي خدم طاجينينو نجوازينو نجلبات. معكم صديق طوماطيش وحي البصل تسكيت، انا غاسل الحوال فلفل زكار الملح الطراس الحانوت وحيد الزيت. فوالا، تقلى كلش وحيد الجلبات ني وحيد زحني وكسوم. معكم كي لي صغير لي كوت على الغزيز. ومن بعد تقلى كلش مرقه في بريد، يمكن لكم مرقه في بريد. وما لي غاس زروديه لي خصك شرب تبدا تاكل شويه. ودي روح على اللغش تتحا نسرديني اللي خصها غدي صغير تيسكات وحيد طوماطيش نتاع قايد سي رابي خفان. انا غاس الملح فلفل زكار طوماطيش نتاع بواط الرون. اي فوالا، ودي تاد بدو غا تخدم غ سردينينو اكي، يعني اكني تو تخدم كلا فيديو. كيما قلت لكم هنا حندير هذيك شتي تاع سردين. ني خديت طوماطيش حبه مع جوج حبات طوماطيش مع سنينة توم، رابيتهم ودرت لهم غير فا مع كري ملح شويه زيت وكمون بيان سور والمغرفه طوماطيش مصبره يعني درسه. راح نخلط كامل هذاك المكونات وراح نحط هكذا السردين بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوها في الفيديو. وراح ندير لها نزيد لها شويه ماء ونخليها يطيب. هكي كنتي دني غادي يمس على لايك السردين ني ناكم دي توسا نو شويه ومن وتجرب بتي فو ندير نو اذيو. يعني وتزمتو مع ام كاس كمله، يعني اللي اشتت حيها يعني يوسن الماكله بنينه مليح هكذا. كما راكم تشوفوا زدت لها كميه تاع الماء، وهنا راح نخليها ديك السردين يطيب. والمرقه راح تختار تولي خطره، او يعني والطبق هذا يجي بزاف بنين. ولا هنا شوفوا بعد ما اخترت لي ديك المرقه والسردين طاب، ويعني واش نقول لكم واحد البنه ما شاء الله. هنا خديت ثلاث حبيبات ولاد الدجاج ولا ثلاث بيضات، راني نضربهم هكذا وراح نحطهم هكذا فوق هذاك السردين ونغطيه ونخليه حتى يطيب هذاك البيض. هكي كنت دير غاديين تنتفوا ثلاثة تاعقين نتوما متملالين، يعني مي سرديني هو واحد لاصوص ني تولا تعقد. دي عثار رزيق ثلاثة تاعقين تملالين، رزيق نتاكيه خبط خطن تسرسق نتاك في اللاسن تشوف وتجر اذيو اذونت يعني تملالين. اكيد خدمت لي يمي كدايني وانت تملالين ني عثان، يعني تاند شو كنت ديني في البنة روعة تاع دي اسما تاع مام تاع تشم تماك نقيكم تتمثلوا طونين نتا كنكتبواتي. كما قلت لكم هنا وجد يعني نقدموه، يعني واش نقول لكم هاد البنه كي تاكلوا هاد شتي تاعها سي كوم سي راكو تاكلوا
في لو طون هادوك تاع العلب، يعني هادوك لي بوا تاع لو طون اللي نشروهم في برا. ونوليو للطاجين ديالنا تاع الجبانه هنا. بعد يعني كل شطاب جلبانه يعني طابت وزروديه يعني طابت، وهنا راح نزيد كميه تاع البطاطا كنت قشرتها وقطعتها هكذا، ماشي صغيره مليح مليح وماشي كبيره يعني مويه، راح نزيد لها الداخل ونخلي كامل يكمل طياب، يعني كل حاجه تكمل طيابها. الله الله هكي كنت ناضي هذا، ولا انا هاد نقله ملي ندو الجواز ني يمي ديا غاتن كلش يعني ايوا ديا سنوق البطاطا ديت مع تسنان تعقيد البطاطا قشاخ بطيخ انت كيس لا فاسون لينا انت على كاس داخل وات جاراك ابتي فو باش كلش هادي كملتي ويثيس فوالا. ومن بعد زم يعني امكي دياس الجوازنا هنا اوليك الطاجين ديالنا ولا الجواز ديالنا تاع الجلبانه. بعد ما اخترت لنا يعني ديك لاصوص الله الله، وانا دوك لي كنت قطعتهم هكذا نحيت هذيك العظم ونحيت لهم كامل، قطعت كامل هذاك اللحم وانا زدت له الداخل. شوفوا كيفاش يجي الله الله ما شاء الله، واحد البنه يا سلام بدون كلام. كي كنت ناتم دوازني مع امي جوال مرقاني تولات تعقر اكسو مني دماغ ديك لي كنت نبتخصنت صدق سمني بتخسك لك يريخ داخل. ودي بيان سور غسل نو غكر رشاني المعدنوس، يمكن المعدنوس ينو كل محضر يحضر يعني كل حاجة سوقت بلي جا سنو المعدنوس ولا كونتيتي يعني لابس بها. كما قلت لكم بعد ما طاب خلاص هذاك الطاجين كما كشتو انا راح نزيد هذيك اللمسة ديالي تاع المعدنوس، يعني المعدنوس انا في كل محضر يحضر ونديرو بالكمية كبيرة. وهنا حبيت نشارك معكم المشتريات ديالي، يعني شريت زوج يعني دو ليكيت هكذا لقيتهم يعني داروا تخفيضات وشريتهم، يعني هادي واش نقول لكم بارده بارده يعني القماش ديالها هايل، وهادي تانيت يعني شريت هادو الزوج عجبوني قلت يعني يعني لي بخي لابس بهم ونشريهم، يعني خلصتهم 250000 الوحده. كي كنت ناضي بعد بارطاج جديد وانت اني دوغي غير تنافي لي ليكات وفير على لي سول ناس ابسان بروفيتي ادنا. شوف يعني التيسو سند دسمات اون بلوس يعني صيوفي يعني العائله كي الصيف ان شاء الله تعجبها. ولا فيديو نواسا كنت دينا جاكم تدي لا من له بقى على خير. نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو مع لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله، ما تنساوناش الاشتراك وتفعيل الجرس والبارتاج تاع القناة. مع السلامة.